السلام عليكم. انا تو النهارده قررت العب لعبه جيم ستور تيكون. في اللعبه دي ان احنا هيبقى عندنا محل العاب زي ما انتم شايفين، وبنبيع للناس، الناس بتشتري وبنروح بيدونا فلوس. رؤى هي المدينه اللي قدامي. انت فين؟ اهي رؤى، اهي فين مدينتك يا رؤى؟ دي مدينه رؤى مكتوب اسمها. انت فين؟ اصبري، انا بتحصل كل شويه في الباب. باي باي. طبعا عندنا قبل ما نبدا الفيديو، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، تضغطوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل حاجه جديده انا بعملها. شايفين هما بيشتروا من البتاع اللي هناك دي وبيدفعوا. طب اول ابديت لو سمحت ممكن شويه، مش عارفه الايباد. انا في الايباد نجمه، مش عارفه اطلع اشوفها. اسود كم نجمة؟ اعرف من ايه؟ مش عارف. من الباد. افتح الايباد. ما بيقوليش. بيقول لي منين؟ افتحي التيكون. قدرت ابجريد. هو عندك نص نجمة. عندي نص نجمة. قصدي ربع. الابجريد 2500. نعمل اديت موديلز. نملاها عايزين نخلي لونها بينك كده صح؟ انا خليها سيب الزبون هنا. لا البلاك اصلا مش باين عندي. انا هفتح الديفنس. اوكي استنى، ده حلو. اللي بعده موديلز. بصي ابني كمان، بصي انا هبني كمان واحده. باي. بس 150. لا انا معايا 150. مش محتاجه الزباين، عندي مش كتير قوي. على فكره بيجيب العاب جديده، ممكن الناس لو شافوا عندك العاب جديده وحلوه يشتروا. اللي بعده خلاص دي انا لا معيش. اوكي خلاص نقفل. منين نقفل؟ فين الحيطه؟ اي بعد اشتريت حاجه تافهه. باك نقفل الايباد. شفت ممكن تخفي مسك الايباد. بيلدينجز وولز. اخيرا هعمل الحيطه. شوفي الجبل زمان اكتر اسود. بط هعمل ايه ده؟ الدنيا ضلمه عندك قوي. احمر. انا تعالى تعالى. ايوه تعالى بقى هات. شكرا. عاجبني اللون الاحمر. انا عايز اعمل ايديت كمان. افتح الايباد. كم الارض ممكن اخليها لا 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 اديت ازرق غامق. لا موديل محل بنات مش معايا فلوس. نجيب ده حته حلوه ب 100. الكاونتر وده ب 105. الكاونتر احمر. نشتري ده. المحل نفسه من بره ممكن اخليه اسود. نخلي المحل من بيلدينج تقدر تغيري اللون. اخليه بيربل غامق. ممكن نخليه بينك. لا بينك ده ممكن اعلم عليك. ايوه اوكي ده تمام. نعمل عليك كده. ولا بيربل. مر بيربل فاتح. لا ده ازرق. ده ازرق كده كده حلو. اوكي خلاص انا قررت اختار البينك الفاتح. كده كده تمام. نعمل دوم بس عشان عندي زبائن كتير قوي. نقفل الايباد بسرعه بسرعه. الازاز اللي حوالين الازاز. اوه ماي جاد. باي باي باي. لازم اقفل البتاع. انا بملايين الناس. الناس بقى بتشتري من البتاعة التانية وما بتشتريش من الاولى. يا روح اشتري احسن عشان هيجيلك زبائن اكتر. انا لقيت ازاي بنقدر نغير الشخصية بتاعتنا. ايه ده انا عملت رجلي بنفسجي. لا ايه ده؟ ايه اللي انا عملته ده؟ انا عايز اعمل الكاركتر نفسي الريد. بنت عامل ايه؟ ويرينج بنت. اوه غير البنطلون. اوكي رجعت رجلي تاني. رجلي خليتها خضراء. انا عايزه حاجه تانية. اكس اكس. اوه ماي جاد خلعت البنطلون. بصي هو كده تمام. هعمله ما فيش حاجه راضيه تتغير. اوكي لا انا لا شعري راح. شلت شعري رجعته تاني الحمد لله. انا هبقى دب. ما بيغيرش الشخصيه. ايه ده كل دول زباين ما شاء الله. ثلاثة بس. ثلاثة يا بنتي واقفين على الكاشير. بس يلا 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 بسرعه. هم مالهم لازقين في بعض كده. ويلا بينا
علشان اوريكو اللي انا عملته في المحل بتاعي. نشتري دول بس انا شوفي انا كل حد يقطع التاني ازاي. انا الزباين كتير. وصل المحل بتاعي نور ازاي. انا بتاعي بس لسه طبعا المعمل ما يبقى 5 نجوم مش انا بقيت كام نجم. انا دلوقتي ايه ده انا لسه نجمه برضو. انا لسه نجمه كمان. اه نجم لازم نطور. مش عارفه ليه انا فلوسي اكتر ما في واحد وشه روبلوكس وجاي. وقربنا على هدفنا وهو 2500. انت معاكي كام؟ معايا 1659. معايا 1684 مش عارفه ازاي. انا وصلت اللي بدا الاول. انا بدا قبلها بس هي معاها فلوس اكتر. لا اعلم لماذا. ادفع حبيبي ادفع. ايوه على فكره مكاني جنبك عادي جدا. انا في ربع المدينه. قلت المدينه حاجه كده. انا معايا 1706. ليه بتزيد؟ ما بتزيدش ليه؟ انا معايا 1723. 1831. حظوظ. لا حصل واحد جالي. وانا كمان. السلام عليكم. عامل ايه يا حبيبي؟ عامل ايه يا زبون يا جميل يا عسل يا امور؟ اين احبائي؟ هو انت اشتريتي الكاونتر؟ هو لونه ابيض ليه كده اوفر؟ بجد عندي واحد موف نفس لون ال بصي دراعاته في راسه مختفيه. يا بنتي انا ما عندي واحد موف. وانا كمان بصي يا ده مش 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 يلا يا زباين شفتوا نفس اللي عندي كده. في واحد ازرق طالع بره. هم كلهم ملونين كده ليه؟ والله ما اعرف انا ما عنديش غير اصفر. في حاجات كده انا بيجي لي اصفر وابيض واسود. اسود اكتر حاجه بتجي الموف. اول مره يجي لي اصفر. دي لونها موف فما بتدخلش. انا 1700. يا رب يا عيد اعمل ابديت بقى زهقت. والاول مره في الحياه بقيت اكتر من رؤى حتى لو بشويه قليلين. لا رجعت تاني اكتر مني. كانت حاجه و20 وانا كنت 34. اكتر منك يعني 75. هتشوف انت اكتر مني ولا مش اكتر مني دلوقتي. لا 64. 64 اوكي. 94. 95. 319. لا لا احنا في مزاد. لا انا اكتر منك. شوفي إيه بقينا بنعمل ايه من كتر الزهق. هنجمع انت بنعمل مزاد 500. لسالي يا جماعه تقريبا كده 33 وهجمع 2500. واخيرا يلا ايه ما تغيبيش فلوس كلها وتسيبي لك شويه فلوس قبل ما تعملي ايه بتاع عشان شوفوا مش لازم نملاها على اخرها عشان بتخلص فلوسنا. اوكي لسالي 20. بسرعه يلا زباين يلا زباين يلا يوتيوبون يا اسال انت بسرعه. فلوس قربتلي. فلوس قربتلي. give me فلوس give me money money money. واخيرا يا جماعه رقم 508 وانا 2510 دلوقتي. سيبي لك شويه فلوس عشان تبقي تمليهم بعدين. بس انا 2500 بالدولار اللي انا بقوله. لما بقاش يبقى عندي زبون خالص في المحل هبقى اعمل اب. اوكي انا معايا فلوس زياده فاروح اشتري. لما يبقوا فاضيين المحل خالص عشان يطردوا بره المحل. بس يلا عايز اعمل اب. ايوه افتح الايباد اهو. لا 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 افتح يكون ابجريد. اوكي معايا 2500 ناخد فلوس كمان. الزباين كترت في الوقت اللي انا اصلا مش عايزاه. اوكي كبر. لا برضو النجوم نفسها ليه إيه؟ عشان انت لسه بتستني شويه مش في ثانيه كده النجوم تكتر. في هوا ابجريد يس. يلا بينا نروح مارينا. بصوا الزبون طالع في نفس السنه. ايه ده المحل اختفى. واو وين المكان الجديد؟ ايه ده انا متعصبه في الارض ليه؟ انا مليت البتاع. بصوا هو المكان تحسه مش هيفرق شويه مش هيفرق يعني. انا عمري ما مش عارف. انا معايا 50 كوين بس. بحسه بياخدوا النجوم وخلاص. هو هياخدوا هم لا النجوم ما بتفرقش بياخدوا منك فلوس بس. ممكن مثلا 15. لا ما بياخدوش فلوس. بياخدوا. تعالى وانا اوريكي. بصي اهي اهي بيقول لك 15 دولار 25 دولار اهو بياخدوا فلوس بس. بس هم برضه المفروض نشتريهم من غير انا كام نجمه بقى دلوقتي. هم ما ياخدوا مننا فلوس. انا مش عايز مش نشتريهم. ايه يعني لو قعدت ابني في نفس الوقت اسيبهم يعني على عشان انت تركزي انت تملي الحاجات لو انت ما جبتش زمون. لا عادي مش لازم.
براحتك هتقعدي تتكلي على الناس كده اهو عشان تتفسحي في الموضوع تتفرجي براحتك كده. مش عايزه اتفرج اتفرج مش تبقالي قاعده في المدينه بتاعتك كده يلا يا جماعه مين هيجي يشتري باتنين ونص وتعالى بص. انت قلتي البتاع الجديد هنشتريها ب 500 صح؟ انت فاكره وكده بيكون خلص فيديو النهارده. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتضغطوا جرس التنبيه عشان تشوفوا كل حاجه جديده انا بعملها. ان شاء الله الفيديو ده ليه تكمله. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. مع السلامه.